يوم السبت اللي فات أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يوم السبت 13/2/21 هو غرة شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم اللي عظمها الله سبحانه وتعالى. كل سنة وكلكم طيبين، كل سنة وكلنا طيبين. طبعا عظم الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم في الآية في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منهما أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. يبقى الشهور الحرم بدأت الحمد لله وكل سنة وانتم طيبين ورمضان قرب. يعني بمناسبة بداية شهر رجب ومناسبة الروحانيات اللي بتهل علينا في رجب وشعبان ورمضان، هنقدم لكم مجموعة من الابتهالات الدينية مع موهبة حقيقة جميلة يعني وصوت أكتر من رائع. عندي ضيفي القارئ والمبتهل الديني أستاذ مهند أبو الكرمان. أهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وأنت طيب. مش عايزين بقى نضيع وقت، عايزين نبدأ على طول ونمتع السادة المشاهدين بصوتك في مناسبة شهر رجب العظيم. هتسمعنا إيه؟ انا ان شاء الله هنبدا كده ان شاء الله يعني ايه نستفتح كده بشويه ايات كده من الذكر الحكيم. يلا تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
صدق الله, الله, الله العظيم. ما شاء الله عليك, فتح الله عليك ما شاء الله. خلينا بقى نتعرف عليك اكتر, امتى بدا معاك يعني ان انت الابتهال وترتيل القران, بدا ازاي؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بدات حفظ القران من سن 3 سنين. ايوه ده اولا. يعني الحمد لله الفضل يرجع لوالدتي ثم والدي. هو سن صغير طبعا جدا, انا 25 سنه. حد يستوعب فيه؟ لا 3 سنين ده سن انه حد يستوعب فيه ويبدا يحفظ اكيد الوالدين. لا ما هو كان طبعا كان زمان نظام اللي هو الكتاب طبعا اللي هو اللي بدا دلوقتي ينقرض. تمام. يعني زمان كده كان يعني ايه, تشوفي مثلا يعني يفوت مثلا من 70 80 طفل. يعني انت بدات الحفظ في الكتاب؟ في الكتاب. من سن 3 سنين. في الكتاب. والحمد لله لحد ما ربنا كرمني. تمام. وبرضه يعني الشيخ برضه كان من هنا ووالدتي كانت من هنا ووالدي برضه من ناحيه ثانيه, مع الدراسه مع كده مع كده بدات الحمد لله طبعا. وكانت يعني ايه والدتي بقى كانت يعني كانت عرفت جمال صوتك ازاي يعني بقى اللي حواليك؟ ما هو انا هقول لحضرتك يعني ايه. والدتي دايما كانت تجيب اللي هي الشرايط الكاسيت بتاعت زمان ديت وتشغلها, مثلا تجيب مثلا شرايط الشيخ عبد الباسط, تجيب مثلا الشيخ مثلا المنشاوي, الشيخ نعين, على الشيخ البهتيمي, الجماعه اللي هم الحلوين دول, كانت تشغل وتسمعني. تمام. اقول لها ايه الجمال ده يا ماما, فهماني؟ فبدا من هنا عشق ان انا اعشق تلاوه القران. لدرجه ان انا كنت اقعد زمان, معلش برضه انا كنا عيال وكده. فطبعا كنت مثلا ايه, مثلا الشيخ مثلا عبد الباسط عبد الصمد يقول مثلا ايه, والضحى والليل اذا سجى. لا احب المشايخ ليك. هو احب المشايخ ليا الشيخ كامل يوسف البهتيمي عليه رحمه الله. تمام. مع احترام المشايخنا واساتذتنا كلهم على الراس. ده في القران. وفي الابتهالات. في الابتهالات المقام الاول الشيخ النقشبندي, وبعد كده الشيخ نصر الدين طبار. طب تمام. سمعنا بقى حاجة من يعني من الحاجات اللي انت بتحبها في هذه الليلة الرجبية الجميلة. سمعنا الله. سمع المشاهدين الله. حاجة. إلهي إلهي أنت أنت جاهي إن ضيع الدهر جاهي, ومعيني إن لم أجد من معين, حين أشكو من الليالي الدوام من دروع
اقدر اقول غير انه مصر مولده. يعني انا حاسه انه احنا في رمضان، يعني انت رجعت لنا جو الابتهالات، واحنا بنسمع الابتهالات يعني عامه الشعب يعني بنسمعها في رمضان قوي. بجد سعيده يعني، الله يبارك لك، الله يبارك لك. طيب بمناسبه ان احنا في شهر رجب، معانا دلوقتي مداخله مع فضيله الشيخ اشرف عبد الجواد من علماء وزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بقى اهلا بيك. اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين كده نعرف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين يعني فضل شهر رجب والاعمال المحببه في شهر رجب. طيب بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد بحيي حضرتك والسادة المشاهدين. كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بقى. أولا شهر رجب من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية لم يذكر فيها أسماء الأشهر الأربعة الحرم، لكن ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فليعلم الجميع أن هذه الأشهر الحرم معظمة حتى في الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم، فلها حرمتها عند الله عز وجل، والثواب فيها يضاعف كما أن السيئات فيها تضاعف أيضا. لذلك الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإذا كان الظلم حراما في كل وقت فلا شك أنه في الأشهر الحرم أشد حرمة. فضيلة الشيخ، وأنا دلوقتي طبعا العبادات بنتكلم عليها اللي احنا نكثر منها في هذه الأشهر، وظلم النفس ممكن يكون يعني ترك عبادة أو ذنب اقترفته، ولكن احنا حاليا دلوقتي بالنسبة للمجتمع، حضرتك تقول للمجتمع ما يظلمش نفسه ازاي في شهر رجب؟ يعني يبعد عن ايه؟ ما هو ظلم النفس زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي، ظلم النفس يكون بارتكاب المحرمات والمعاصي أو ما يسيء للآخر. بالضبط. الحسنات تضاعف في هذه الأشهر كما أن السيئات أيضا تضاعف، لذلك الارتكاب الحرمات في هذه الأشهر أشد جرما وأكبر ضررا وأعظم خطرا. يعني نقول للمسلم المفروض سلوكه في هذه الشهور يكون أقوم حتى في التعاملات اليومية، في العنف، في التلفظ، في الحوادث اللي بنسمع عنها، تحرش وغيره. يعني إذا كنا طول السنة بننادي بحاجة زي كده، فبننادي في الأشهر الحرم بترك ما يؤذي المجتمع. أحسنتي صحيح. نعم ما هو دي فرصة، إحنا في شهر رجب هذا الشهر الكريم، بداية يعني شهر رجب ثم شعبان ثم رمضان، فشهر رجب أول بداية التهيئة لاستقبال هذه الأشهر المعظمة، شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان. لذلك وجب على المسلم أن يستعد وأن يهيئ نفسه في الاستقبال شهر رمضان المبارك. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ أشرف عبد الجواد على توضيحك، ودايما بتنورنا ودايما بتوضح لنا يعني نقاط هامة جدا. جزاك الله كل خير حضرتك وجميع علماء الأوقاف والأزهر الشريف طبعا، يعني مرسي جدا مرسي جدا مرسي جدا. لو جينا نغني لسلطان المدحين، يعني لو جينا انا اسفه نبتهل اعذرني نمدح لو جينا نمدح سيدنا النبي على طريق السلطان المدحين وشيخ المبتهلين كروان الانشاد الشيخ النقشبندي، هنطلع فاصل وتحضر لنا حاجه للشيخ النقشبندي. موجوده ان شاء الله.
هو كان قال أموش يعني اعمل ايه؟ اذن معه ماله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أحسنت أحسنت الله عليك الله عليك الله فيكم عايزين نلحق بقى إيه نسمع المشاهدين يعني ابتهال مثلا للنقشبندي وعلشان يعني انت بتقول ان هو شيهك المفضل بتحب تغني له ايه؟ تبتهل يعني, يعني لا احنا بنخش مولاي بقى عشان ننجح مولاي اني وبابك بيتربوها في الكنترول مولاي ابدا قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار سار
الدنيا. التتر على المدح الرائع ده كمل، والتتر هينزل معانا. كل الشكر ليك استاذ مهند، ميرسي ليك جدا، كمل والله.